اليوم شو؟ شو؟ هلا بالخميس بدي يجي، نحن محتاجين له للشيخ سعد، ونحن بلاه بطريقة جديدة ما بنسوى شيء، أصلاً السنة كلها ما بتسوى بلا شيء. نحن بدنا إياه يرجع، نحن عم نطالبه إنه يرجع، إذا بتريد ارجع، نحن محتاجين لك، البلد محتاجك وشعبك محتاجك. جيت أحكيكم بالأغنية يا شباب لبنان وصبايا لبنان. اشتقتي كثير. شو اشتقتي أكثر؟ لكل شيء فيه. بكفيك خطباته. بحط مشروع كبير كثير بالنسبة لمنطقة طرابلس. وفي مشاريع كبرى أيضا حتكون بالنسبة للمناطق الأخرى. كفيك قلبه الطيب، كفيك وقفته مع شعبه، مش ضروري مادة. معنوي. وأنا شخصيا ما راح اتهاون مع أي تقصير، وما راح اسمح إنه بيروت تغرق بزبالة بعد اليوم. أنا بقول له اشتقت لك، رجع. تأثر؟ بحبه كتير. أنا ما كنت هون، بس اليوم أنا هون، وأنا باقي ببيروت، باقي معكم، مع أهلي وبين أهلي وحد أهلي. استقالتي بحطها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين.